الأندلس حتى لا ننسى. ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس مع الدكتور محمد بن عبود. تنسيق فاطمة حسن. تسجيل وتوضيب محمد الغربي. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في برنامج الأندلس حتى لا ننسى، ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. في هذه الحلقة سأتحدث عن كتب الفهارس أو الطبقات في الأندلس وفي المغرب، وهو صنف مهم جدا لا يوجد مثله في العصر الوسيط بالنسبة للممالك المسيحية في شمال الجزيرة الإيبيرية مثلا. هو صنف فريد ضمن المصادر التاريخية لدراسة التاريخ المغربي والأندلسي كالحوليات التاريخية مثلا. التاريخ الإسلامي ارتبط بكتب السيرة النبوية، ثم تطور لتحول إلى التاريخ لسير الرجال، فكانت الأندلس غنية بهذا الصنف الأدبي. هذه خصوصية الفهارس الأندلسية أو كتب الطبقات الأندلسية أو معاجم الرجال، مصدر خارق للعادة لأنه يؤرخ لنا للعلماء الذين عاشوا في المغرب العربي من المغرب إلى ليبيا وفي الأندلس عبر القرون. فهناك سلسلة من هذا الصنف، وهو ما سأشرحه في هذه الحلقة. إذن يمكن اعتبار كتب الطبقات الأندلسية سلسلة خصص بعضها للعلماء الأندلسيين في قرون معينة من التاريخ الأندلسي. هكذا نجد مثلا التكملة لكتاب صلة لابن باشكوال الذي وضع معجما أرخ فيه لحوالي لسيرة 2000 عالم من القرن الخامس الهجري والسادس الهجري. ابن باشكوال أرخ للعلماء وللأدباء وللمؤرخين، يعني للمثقفين، لم يفرق بينهم. القاضي عياد مثلا وضع كتاب المدارك وهو معجم للفقهاء المالكيين فقط من القرن الثاني تقريبا للهجرة إلى القرن الخامس. ثم بعد القرون اللاحقة للقرن السادس الهجري نجد مجموعة من كتب طبقات من القرن الثالث عشر الميلادي أو السابع الهجري والثامن الهجري والتاسع العاشر. أذكر منهم مثلا ابن الزبير ابن الأبر. إذن كان التكملة لكتاب صلة، كتاب صلة التكملة لكتاب صلة ابن الأبر المراكشي. وهناك في مرحلة لاحقة معاجم موسوعية كنفح الطب في غصن الأندلس الراطب، كين الموسوعة بن سعيد، كين لسان الدين ابن الخاطب الإحاطة في أخبار غرناطة. إذن الفكرة هي أنهم أرخوا للرجال. ثانيا اختلفت منهجية المؤلفين لكتب الفهارس خلال نفس القرن، يعني حتى في نفس القرن كان جيب الاختلاف. مثلا القرن الخامس الهجري اعتمد القاضي عياد مقاييس متعددة لاختيار ذلك شرحتها، وهي أولا الانتماء إلى المذهب المالكي، ثانيا تحديد الزمن، ثالثا تحديد الموقع الجغرافي، ورابعا تصنيف حسب الاسم الشخصي. كتاب الصلة لابن باشكوال تناول أصناف متعددة من العلماء والأدباء والفقهاء في مجالات معرفية مختلفة، ولكنه حدد المكان في الأندلس والزمن في القرنين الخامس والسادس الهجري. سيرة القاضي عياد لابنه، الابن وضع السيرة للقاضي عياد لشخص واحد، هذا صنف آخر. في كتاب الذخيرة لابن بسام نجد أن ابن بسام ركز على العلماء مع أنه أرخ لعدد من المؤرخين أيضا، وكان هو الكتاب كتاب أدبي، مجامع أدبية بالدرجة الأولى. نفح الطب هو عصر الموسوعات في عدد من التخصصات كالتاريخ والأداب وفي عدد عبر القرون. إذن هو المؤلف أصبح واعيا بضرورة الحفاظ على هذا الكنز، هذا التراث الغني. ابن الخطيب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة أيضا خصصه لعلماء غرناطة، دولة غرناطة
إذن هنا البعد الجغرافي، ولكن في نفس الوقت هو طبيعة الحال كان أديبا وسياسيا بالدرجة الأولى، وكانت كتب الطبقات أيضا موجودة في المغرب. مثلا الدكتور عبد الله الترغي رحمه الله كان متخصصا في هذا المجال، وله تآليف حول كتب الفهارس في المغرب خصوصا خلال عصر العلويين. إذن هذا التقليد مهم جدا في المغرب والأندلس، هو مصدر فريد لا يوجد في تاريخ الممالك المسيحية في الجزيرة الإيبيرية. سيداتي وسادتي، انتهت هذه الحلقة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. الأندلس حتى لا ننسى. ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس مع الدكتور محمد بن عبود. تنسيق فاطمة حسن. تسجيل وتوضيب محمد الغربي.